في هذه الحارة القديمة من حارات صور، وبفعل عوامل الزمن وقدم المبنى، انهار سطح أحد المباني على قاطنيه. في هذه الغرفة كان وسيم دبوء ابن الأربعة أشهر نائبا قرب والده علي الذي كان يأخذ قيلولته، ولأن عمرهما طويل لم يصبا بأي أذى. الشقفة هاي اللي حيضر اللي فوق، نعم، اتكسر وخبط البلكات ونزلت لتحت. والصبي وين كان؟ الصبي كان على تخت. لو نايم بتخته هون، هون التخت، قتل الصبي. كتل إسمنتية وحجارة وتراب سقطت فجأة على المنزل بمن فيه. أنا بايو لو وسيم دبوء نايمين أنا وياه بعد الظهر، ما فقت لقيت السقف حد، يعني العناية اللي هي تدخلت وهي اللي انقذتني. والصبي ما صار شيء؟ والحمد لله انا والصبي بخير. العائلة نجت بحمد الله، لكن أثاث المنزل لم يعد صالحا. وفيما ساعد عمال بلدية صور على رفع الركام، لم يكن أمام ربي العائلة سوى ترداد عبارة بالرزق ولا بأصحابه.